بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم عينة بسيطة جدا، وهي عبارة عن زراعة الحبة السوداء في الماء. طبعا هذه العينة عبارة عن الحبة السوداء التي تكلم عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنها علاج لكل داء إلا الموت. طبعا هذه العينة زرعتها في محلول مائي كي يعني استخرج الطفيليات والميكروبات التي تعيش داخلها، وطبعا كانت تعيش فيها نوع من انواع الفطريات البيضاء بنسب يعني كبيرة جدا. وانا انصح يعني الباحثين ومحبين دراسة الميكروبات بدراسة البذور ومعرفة نوع الميكروبات المتواجدة داخلها، والنوع يعني والأنواع يعني الحيوية والتنوع الحيوي المتواجد داخل هذه يعني البذور. عندما نزرعها ونشرحها ممكن تلقى ميكروبات كثيرة جدا، فطريات وبكتيريا، ممكن تكون مفيدة، ممكن تكون ضارة، ممكن تكون يعني ممكن نستغلها في البحوث أطول في هذا المجال. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم، وإن شاء الله النتائج مكتوبة في كتبي.